مثلا في الكهف ولا سمح الله طاح ولا راح انت كده صرت اوف يا ساتر. اما هذه ما تنفع للي عنده فوبيا من الظلام. من الظلام واحنا ماشيين في الكهف فجاه هذه عظام هذه ولا هذه عظام؟ عظام ايوه عظام. خير طبعا لو نلاحظ احجامها كبيره مره كبيره. اوف هذا فك لا ايش ده؟ ولاحظ في عملية تحنيط طبيعية. شوف العظام يعني محنطة طبيعية. هذه عظام وهنا في جحر، هذه جمجمة، هذه ساعد، هذا عضد، يجب أن تدرس، مو فقط ننظر عليها ونقول أعمار أي رقم. لا ما يصير يا أخي، ثبتها بدراسة علمية بورقة بحثية بطريقة منتظمة للبحث العلمي. كهف البلورات، هذا كهف اكتشفوه في المكسيك سنة 2000 مليء بالبلورات زي ما انتم شايفين والكريستال. اكتشفوا فيه أكبر بلورة طولها 12 متر وعرضها 4 متر والكهف في عمق 300 متر. أما هذا مكان تأمل عجيب، الواحد يجلس هنا بس مع الهدوء فرصة للتأمل، يسموه blind silent meditation، التأمل الصامت الأعمى أو اللي هو بدون ما تشوف، هذا نوع من أنواع التأمل. إحنا نسوي تدريب عادة كذا لحظة صمت مع التأمل. أوكي. فنطفي الأنوار ونجلس لحظة صمت. طيب يلا نسوي التدريب. نسوي لحظة صمت. أدينا واحدة من حكمك في هذا الظلام المدقع. الصد يبقى والتصنع جهالة، عليك بالحق عليك بالصدق، أما البقية فما يفيدك في هذه الحياة. كن صادقا مع الله ثم مع نفسك ومن حولك، تعيش سعيد لا تبوق ولا تخاف. هذا كلام أحلى من موضوع التعابين. تفائلوا بالخير تجدوه. يا سلام يا بابا. نحن الآن نسير في هذا الظلام إلى النور، إلى البوابة، إلى الهواء، إلى الأكسجين. ما يعرف النور إلا بالظلام، لا يعرف الشيء إلا بضده. نعم وبضدها تعرف الأشياء. هذا موضوع لوحده، هذا يستاهل حلقة الموضوع ده. لما المتعة تخرج من عمق الألم والنور يخرج من عمق الظلام والخير يخرج من عمق الشر والعدل يخرج من عمق الظلم والرحمة تأتي من عمق الضعف، هذه حكم من الكهوف. في كهف المربع رحنا غرفة مرة حلوة، غرفة كذا كأنها قبة كبيرة وعملوا لنا كذا جلسة مرة حلوة. نصها طاح بس تفضل. أزبط دي كده تصير